بسم الله. الجميل الذي يحب الجمال خالق هذا الكون البديع كأجمل رسالة حب إلى مخلوقاته. دي حلقة من سلسلة حلقات أحلام نجيب محفوظ، بنحاول فيها نيسر تذوق الجمال الأدبي لآخر إبداعات عظيم الأدب العربي أستاذي الحبيب نجيب محفوظ. النهاردة الحلم رقم 199 ويبدأ هكذا: رأيتني أتجول في حديقة الحيوان مع صديقة، ثم جلسنا في ركن خال بجزيرة الشاي، وكلما ترام إلينا زئير أو خوار أو عواء ازددنا التصاقا حتى زبنا زوبانا. يا الله يا الله، سطرين سطرين يا جماعة، سطرين حط فيهم قصة في غاية الجمال والروعة، قصة مدهشة تحتاج إلى تفكير وتأمل، امثولة عن حياة البشر عبر عنها في سطرين سطرين. ممكن نشوف حديقة الحيوان دي بتمثل الدنيا كلها، الدنيا وهو وهي آدم وحواء في هذه الدنيا، وأصوات الحيوانات هي رمز للشرور اللي موجودة في الدنيا والحيوانات الموجودين في الدنيا. هما بيلتصقوا ببعض، آدم وحواء بيلتصقوا ببعض، رمز للسكن والمودة والرحمة اللي المفروض أن تكون، فكل منهم بيحتمي بالآخر في مواجهة الغابة وحيوانات الغابة المفترسة. مسؤولة جميلة جدا وحملة بمعاني عميقة جدا للي يقرأ ويتأمل ويفهم، وهذا ما قدر الله لنا أن نقوله، والله أعلم.